شباب بعض النصائح على الكمامة أنصح نفسي وإياكم فيها وعسى الله أن ينفع بها إن شاء الله. دخل عليها شاب إلى الصيدلية ولابس الكمامة ما عنده أي مشكلة. جلس في أثناء الانتظار جاته مثل العطسة، نزل الكمامة وعطس ثم رفع الكمامة. سلامات يا أخوي، يمكن هدفه ونيته الله أعلم فيها، ولكن يقصد هو أنه ما يوسخ الكمامة. ولكن الكمامة خصصت أيضا من أجل هذه اللحظات، أنها تحجب الرذاذ إلى الناس الآخرين. فلماذا فرض علينا التباعد الاجتماعي أقصاها متر إلى متر ونص؟ لأن الرذاذ لما يطلع من فمك أثناء الكلام، أثناء الكلام يطلع يصل إلى مسافة أقصاها متر. أما أثناء العطس لما تعطس يصل إلى مسافة قدرها أكثر من 6 متر. فتخيل موقف، يعني أنت في مكان تجاري أو مغلق وتعطس بدون كمام، فهذه مصيبة تعتبر، أو تنطلق الرذاذ إلى مسافة بعيدة جدا، بالأخص إذا في مكيفات قد تعمل انشطار لهذه جزيئات الرذاذ وتزيد حقها التوزع. ولذلك احرص على تثبيت الكمام أثناء العطس. ثانيا، طريقة لبس الكمام، هل ألبسها من الجانب الأزرق أما الجانب الأبيض؟ يا صاحبي البس الكمام باتجاه الذي تريده أنت، ولكن تأكد من وجود الفلتر في الوسط. هذه القطعة الوسطانية ضروري تكون موجودة، لأن هي عليها الشغل الأساسي الذي تعمل على مسك الأجسام الغريبة مثل الفيروسات وغيرها. ولأن القطعة البيضاء أنعم من القطعة الزرقاء، فذا يفضل أنها تكون هي الملامسة للوجه. ثالثا يا شباب، الكثير يلبس الكمام بهذه الطريقة، ما أدري والله شو وضعهم، لكن يلبسها كذا ويمشي بالطريق ولا أي شيء. طيب بعضهم تسألهم إيش المشكلة يا شباب، يقول لك والله عندي جيلي ضيق تنفس، أنكتم فيها ما أقدر، أبغى أتنفسها كذا. فخذ مني، إذا كنت ولا بد إنك لابسها بهذه الطريقة، خذ مني هذه الطريقة، بتسهل عليك التنفس ودخول الهواء. البس الكمام بشكل عادي ثم أقلب الحبال هكذا واعمل هذه، اتأكد من وجود الفتحة هذه، راح يدخل ويخرج الهواء بشكل أكثر. ورغم أن الفتحة هذه خاطئة، ولكن هذا الخطأ أهون بكثير من هذا الخطأ. رابعا وأخيرا، كم وقت لبس الكمامة؟ الكمامة يا صاحبي وقتها أصلا وعلميا تلبسها مرة واحدة وترميها، إن كانت ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث، ولكن ما دام أنها نظيفة معك وغير متسخة ولا عطست فيها كثير، تقعد معك ساعات طويلة ما تتعدى اليوم كامل. وإذا حاولت تبدلها بحوذة نظيفة يكون أفضل وأجمل. أما ما ينتشر الآن في السوشيال ميديا بأن الكمامة يجب أن تربط من هنا ومن هنا ويجب ثنيها إلى الداخل من أجل تغطي مساحة أكبر، فهذا مجرد يعني آراء للناس ويحبوا يفرضوها على الناس الآخرين. إذا كانت فعلا هكذا جاءتنا من المصانع مخصصة هكذا بهذه الطريقة اللي يقولوا عليها، إذا كانت فعلا، ولكن عبارة عن آراء، ناس حبوا يبدعوا بآرائهم ويثقفوا. عدنا وفي كثير أثبت من أطباء أنها بهذه الطريقة تقلل من حجم تغطية الأنف إلى تحت الدغن، بينما هي الصحيح أنها تغطي من تحت العين إلى أسفل الدغن. ودمتم بصحة وعافية.